ينظم مركز الشارقة لفن الخط والزخرفة في قلب الشارقة دورة تدريبية في الخط العربي والزخرفة لتعليم المنتسبين الجدد والمتقدمين وتعميق الوعي لدى المجتمع بهذا الفن العربي والإسلامي، وتستمر الدورة حتى 6 ديسمبر المقبل. المزيد في تقرير الزميلة هدى سالم. هنا وفي قلب الشارقة يأتي الفن والإبداع والتميز من خلال إبراز نقوش الحرف العربي بعدة طرق عبر دورة ينظمها مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة لتأهيل الكوادر الموهوبة وتطوير الأداء الكتابي لديهم. تقام على مدار العام 5 دورات إلى 6 دورات أحيانا. هذه الدورات يتعلم خلالها المنتسب قواعد وأصول فن الخط العربي بالإضافة إلى فن الزخرفة المرافق للخط العربي. أروع الأمور الممكن نحن نعيشها اليوم هو التميز بالخط العربي، لأنه عن جد موهبة وإذا الإنسان أتقنها. الدورة تشمل منتسبين جدد ومتقدمين لتعليم الخط وفنون الزخرفة بأنواعها وتعريف المتدربين بتاريخ الخط العربي ومراحل تطوره عبر العصور الإسلامية، ويتم تدريبهم بشكل عملي على فنون الخط الفريدة وأنواع الزخارف المختلفة ابتداء بخط الرقعة والديواني والكوفي وغيرها. في هذه الدورة نكمل ما بدأناه في هذه السنة من تعليم دورات تعليم الخط العربي، وهنالك حقيقة معرض راح سيكون إن شاء الله في نهاية هذه الدورة. أنا متعلقة بالفنون الإسلامية المرتبطة بالهندسة والخط العربي المذهل. والدتي خطاطة يابانية، وأنا عندما كنت شابة كنت مهتمة بالخط وأنا سعيدة لتعلم الخط العربي. صراحة لقيت بداية جدا موفقة، بحيث بدأت بخط الرقعة وكانت نتعلم كيف المبادئ الحروف وطريقة تخطيطها. مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ينظم العديد من الدورات الهادفة ضمن ورش العمل المستمرة للمهتمين بالخط العربي العريق والزخرفة لما به من دلالات هائلة وجماليات تجذب المهتمين فيه. فن عربي أصيل يختص به العالم العربي والإسلامي، إنه فن الخط العربي الذي تقام له الدورات على مدار العام كونه فن قائم بذاته. لأخبار الدار هدى سالم من مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة.